بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور عاطف المصمودي، أستاذ مشارك بكلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد. هنخصص إن شاء الله مجموعة من الفيديوهات للتعريف بالبرمجة التنافسية، يعني ما هي البرمجة التنافسية، ما هي أهم المسابقات العالمية في البرمجة التنافسية، ما هما أهم المهارات التي إن شاء الله سيكتسبها الطلاب لما يتمرنون ويشاركون في مثل هذه المسابقات، وإن شاء الله كذلك هنعطي يعني بعض النصائح والخطوات التي يمكن لأي طالب أن يتبعها عشان يحقق يعني أحسن النتائج في مسابقات البرمجة بصفة عامة. يعني إن شاء الله سلسلة الفيديوهات هذه هتكون هي مرجع لأي شخص حابب يدخل بهالمجال ويشارك في مسابقات البرمجة التنافسية، وإلا بكل بساطة أي شخص حابب يتعرف أكثر عن حل المسائل وعن البرمجة.